عسلام، مرحبا بكم الناس اللي يقول في قناتي وزع. رجعني لكم مع فيديو جديد باش نحكيو على ماتش ريال مدريد وريال سوسيداد اللي صار اليوم في بلديه انتصار ريال مدريد 2-1. ريال مدريد رسميين يفتك الصداره من برشلونه بعد ما تعادل برشلونه 0-0 مع اشبيليا. باش نحكيو على ماتش هذا تكتيكيا، اول حاجه اذا كنت اما تفرج شين تعمل تشربوا لينشين وجيب الفيديو انت عديته للتحليل. بقبل ما نحكيو على التكتيك نتاع المقابلة هذه، خلينا نمشيو نشوفو الحالات التحكيمية نتاع المقابلة هذه اللي أثارت جدل واسع في متابعي كرة القدم. جماعة برشلونة يقول لك راه فما ظلم تحكيمي، هلا تحكيم برشا حكايات، مشجعي ريال مدريد يقولوا لك راه فما شيء وما فما حتى خطأ تحكيمي. خلينا نحكيو اللوجيك معناها المقابلة هذه. الأخطاء التحكيمية تعتبر جزء من كرة القدم، أنا معناها ما نشكك في نزاهة حتى تحكيم مادام فماش حتى اثبات لرشوة، يعني ما نأمنش فما تلعب المقابلات الا اذا كانت ثبتت فما رشوة، كيما كان المقابلة نتاع السنغال وقتها في هاك العام 2017 وقتها تم اثبات رشوة تم اعادة المقابلة، لكن توا مادام فماش حتى اثبات ما نصدق حتى شيء حتى توا، كل يبقى كلام باقي الكل معناها تبقى خطأ تحكيمية داخل كرة القدم. خلينا نشوفو اللقطة الأولى نتاع المقابلة اللي أثارت جدل هي هدف سوسيداد الملغى. نشوفوا اللاعب هذاك معناها في موقع تسلل بالرغم ما شاركش في العملية ولكن غطي على حاس كورتوا، معناها عنده تأثير على زاوية الضيم تاع حاس كورتوا، هذا يخلي الهدف اللي سجله ريال سوسيداد هدف غلط بالرغم اللي اللاعب في موقع تسلل ما شاركش، لكن ما دامو غطى على حاس كورتوا فإنه يعتبر تسلل هدف خاطئ ريال سوسيداد، الحكم أصاب بإلغاء هذا الهدف. نشوفوا هدف لاعب كريم بنزيما. اللاعب بنزيما يلمس كرة بيده، شوفوا وضعية اليد غير طبيعية، معناها هذا يدل أن الهدف خاطئ ريال مدريد، الحكم هنا غلط بالرغم من الفار لكن الحكم يغلط في المناسبة هذيا. هدف بنزيما كان هدف خاطئ، كان على الحكم إلغائه، ربما أثر في نتيجة المقابلة لأنها كانت تكون تعادل إذا كان تسجل هدف بنزيما، لكن بالرغم من هذايا الأخطاء التحكيمية كما قلت لكم جزء من كرة القدم، ما ينجم حتى حد يلغي ولا يحكي على الاخطاء التحكيميه هذيا على انها رشوه لانها ما فماش حتى اثبات، وقت يبدا فما اثبات وقت يجي يحكي معايا، بالرغم اني نحب برشلونه ولكن هذا كله حكايه فارغه، معناها كله كلام يبقى فماش حتى اثبات تاع رشوه. بيتو بعدنا على التكتيك، خلينا نرجعوا للتكتيك نتاع هذه المقابله. بالنسبه لريال مدريد فانه يلعب تكتيك 4-3-3 مع بعض التغييرات، ايدن هازارد غايب عن المقابله هذيا، رينا اللاعب فينيسيوس جونيور كاساسي، رينا اللاعب خاميس رودريغيز كاساسي في خطه جناح ايمن، معناها فما شويه تغييرات، ومدريد زاد غايب اليوم، رينا وسط الميدان يتكون من كروس كازيميرو ولاعب فالفيردي، لكن بالرغم من هذايا نفس الكونسيبت نتاع تشكيل 4-3-3. بالنسبه لريال سوسيداد فانه يلعب تشكيل 4-4-2. خلينا نحكيو شنو اللي صار في هذه المقابله، كيفاش الوجهة التكتيكية اللي اعتمدها زيدان وكيفاش مدرب سوسيداد قرر اللعب هذايا. ريال سوسيداد كان عامل ضغط عالي على ريال مدريد، يحب معناها ينتصر، معناها ماهوش جاي يشد الدفاع في بلاده، لأنه ريال سوسيداد نادي يجازف ويحب يلعب كرة في بلاده، هذاك علاش عامل ضغط عالي على دفاع الريال. الريال لقى شوية مشاكل في الخروج بالكرة صحيح، من ريال مدريد يلعب الكرة العالية صحيح، من ريال مدريد يحاول يستغل السرعة تاع فينيسيوس، الكرة تمشي من الدفاع مباشرة في ظهر مدافعي ريال سوسيداد في اتجاه فينيسيوس، الكرة اللقطة دي تكررت قداش مرة في ماتش هذايا، الكرة تبدا في دفاع ريال مدريد، الكرة يبعثها طول لفينيسيوس، فينيسيوس معناها يحاول يستغل السرعة نتاعو الكبيرة، لكن المشكلة في سيب فينيسيوس أنا مسددش، فينيسيوس يوصل للمرمى أول حاجة يخمم فيها يعدي باس، قبل ما يخمم باش يشوط لا يخممش يعدي باس، هذيك معناها فينيسيوس ربما عنده شويه كرم زايده كي فينيسيوس، لازم يولي يخمم باش يحط كره في الشباك، ربما القوه تاع التسديد تاع فينيسيوس ضعيف في صحيح، ما عندوش كدقه في التسديد كما اللاعبين الاخرين، لكن بالرغم من هذا يلزمو يتعود يسدد الكرات للسنحة التسجيل، ما عادش يخمم يعدي باس، قداش مرة نشوف فينيسيوس يعدي باس وهو في موقع سانح وينجم يسجل، بخلاف هذا. بخلاف فينيسيوس معناه نشوفوا ريال مدريد كيفاش اعتمد على الكره العاليه هذه في برشا حالات بالاعتماد على فينيسيوس، ولكن مرات يعتمد على الكره الارضيه يلعب كره اللوطة، هذاك علاش نادي ريال سوسيداد كان يتراجع بكامل عناصره، مرات تشوفوا نادي ريال سوسيداد متكتل دفاعيا تشكيل 4-5-1 ومرات بال 4-4-2 انت والحاله نتاعو، يتراجع بكامل عناصره وتولي ريال مدريد يعتمد على الاجنحه فقط، ما عادش فما اي بلوك كوسط ميدان، صحيح وسط الميدان تبلوك في نسبه لريال مدريد ما لناش عمل،
كروس كروس وفالفيردي ما نجموش يعوضوا القيمه تاع مودريتش، لانه قيمه مودريتش قيمه عاليه رينا في المقابله السابقه ضد نادي فالنسيا. ماهوش اللاعب كروس وفالفيردي باش نجموا يعوضوا القيمه الفنيه الكبيره اللي قدم فيها مودريتش بالنسبه لريال مدريد. هذيك هو معناها المشكله نتاع نادي ريال مدريد، شوي في وسط الميدان ما فماش تحركات، في وسط الميدان ما فماش ثنائيات، ما فماش لعب سريع، كل اللعب يجي على الاجنحه، ولكن الصلابه الكبيره كانت لدفاع نادي سوسيداد اللي بعد الكل الكل. بالنسبه لنادي ريال سوسيداد هجوميا فانه كان يدرج بالكره، ريال مدريد كان عامل ضغط عالي على لاعبي ريال سوسيداد، هذا واضح في المقابله. ريال سوسيداد كان يدرج بالكره شوي بشوي بشوي، يطلع بها الهجوم، فما شويه مساحات خلى نادي ريال مدريد في وسط الميدان كي يعمل ضغط عالي. هذاك علاش معنى نادي ريال مدريد لازم باش يرجع بسرعه كبيره للدفاع بتاعه وقت نادي ريال سوسيداد يقترب من المرمى. ريال مدريد انه يتكتل دفاعيا بشكل كبير، هذاك علاش نادي ريال سوسيداد ما لقاش حلول هنريه وما لقاش كيفاش يقترب اكثر ويحدث الخطر على مرمى الحارس كورتوا. توسط المقابلة ذاك هكاكا جاء الهدف الأول عن طريق معناها اللعب على الأجنحة كيما قلت لكم، اللعب على الأجنحة والأروقة مارسيلو باتجاه فينيسيوس، فينيسيوس يتغير السرعة نتاعو يجيب ضربة جزاء، ضربة جزاء لا غبار عليه صحيحة من ضربة جزاء بلا غير ما ندخلو في المجالات الكل، ما حكيتش عليها بالله في التحكيم، لكن ضربة جزاء صحيحة ما فماش كلام. ضربة جزاء بالنسبة لنادي ريال مدريد يسددها راموس يحطها في الشباك بطريقة ممتازة جدا، 1-0 لنادي ريال مدريد. ومن بعد تواصلت المقابلة، سجل ريال سوسيداد هدف كيما قلت لكم، ريال سوسيداد كان يقدم أكثر الهجوم، نادي ريال مدريد كان عامل تكتل دفاعي في الخلف، لكن معناها شوية مشاكل بالنسبة لريال مدريد كان عامل تكتل دفاعي، تسديدها من بعيد بالنسبة لريال سوسيداد ولا هدف تعادل لمسحة ريال سوسيداد، ولكن الحكم يلغيه. هدف معناه ممتاز لانه كي ما لقاوش الحل معناه مع التكتل الدفاعي، مع التكتل الدفاعي ريال مدريد ما لقاوش الحل للاختراق، معناه سدوا تسديده بعيد من بعيد، والهدف الاول لمصلحه نادي السوسيداد لكن الحكم يلغيه بداعي تسلل صحيح كي حكيت عليه، هدف غلط الحكم يصيب في القرار بتاعو. بعد توسط المقابله كما قلت لكم نادي ريال مدريد سجل هدف، هدف معناها غلط ما فيش كلام، معناها هدف غلط، لمسة يد واضحة على اللاعب بنزيما، الحكم يحتسب الهدف. ثم تواصل المقابلة بعد عمل فردي، عفوا ما حكيتش على العمل الفردي نتاع فالفيردي، فالفيردي هو اللي كسر خطوط نادي ريال سوسيداد، معناها لما ديت كان مستانس يعتمد على الأجنحة نتاعو والأروقة لأنه الوسط كان مسكر، لكن فالفيردي يعمل عمل فردي ينجح في اختراق خط وسط نادي ريال سوسيداد ويكسر الخطوط نتاعو، يوزع بنزيما يستلم الكرة، معناها ذكرني بالهدف نتاعو ضد فالنسيا، يركع كرة في عقله نلعب بنزيما يعرف معناها وين يتمركز بتمركز ممتاز وبدا يوري في المهارات نتاعو، لكن الهدف كان خطأ جاي من لمسة يد. خلينا نكملو نحكيو معناها. ومن بعد نادي ريال سوسيداد تمكن من تسجيل هدف توزيعه اختلاف الدفاع ريال مدريد والهدف، بالرغم من انو ريال مدريد في اللقطة هذيك كان متكتل دفاعيا لكن فما شوية خلل، كارفاخال معناها عمل خطأ معناها في المراقبة الفردية مخلي لاعب مغاديكا وجاي حاصل لاعب من هنا، الهدف الاول لمسحة نادي ريال سوسيداد، ثم ريال سوسيداد يفشل في تحقيق الهدف الثاني لانه ريال مدريد كان متكتل دفاعيا. خلينا نشوف شوية لقطتنا هذه مقابلة لعلها تبين لنا شنو اللي صار في الماتش بالضبط. شوفوا اللقطة الأولى اللي هي صعود لاعبي ريال سوسيداد وقيامه بالضغط العالي عن نادي ريال مدريد، هذاك علاش معناها كيما قلت لكم نادي ريال مدريد ولا يعتمد على فينيسيوس وتوزيعات مباشرة من الدفاع مع بعض المحاولات على وسط الميدان، لكن ما كانتش جيدة محاولات وسط الميدان، الأغلبية كانت محاولات كور مباشرة. بنشوفوا اللقطة الثانية هي الضغط عالي من ريال، كان عامل ضغط عالي على نادي ريال سوسيداد كيما حكيت لكم، ريال سوسيداد لقى شوية مشاكل في الخروج بالكرة، ما عطاش معناها وجه باهي في هجوميا، لكن بالرغم من هذايا ريال سوسيداد يتسمع عدى مقابل باهي وسجل هدف خصوصا في الشوط الثاني تحسن شوية هجوميا. نشوف اللقطة الثالثة هي تعويل على فينيسيوس جونيور كما قلت لكم، تم تعويل على لاعب فينيسيوس بين الكرات العالية الموصلة مباشرة من الدفاع مع استغلال سرعة اللاعب، ولكن للأسف اللاعب ما يشوطش، هذاك علاش نادي ريال مدريد ما استغلش الحالات هذيا نتاع اللاعب فينيسيوس بكثرة، استغلها مرة بركة في ركلة الجزاء. بها كان وصلنا لنهاية الحلقة هذي، تشربوا نيشان وزين الفيديو تصبح على خير، نتلاقاو في موعد رياضي آخر.